عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل مكان من أرض الله، أسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضاه. شبابنا وبناتنا بعد سويعات قليلة هيبقى الامتحان إن شاء الله. أنت قلقان ليه؟ الدنيا جميلة، الامتحان سهل إن شاء الله. أنت ذاكرت، أنت تعبت، والأمر بإذن الله مش هيخرج بره اللي حضرتك ذاكرته. الأمر يسير جدا، متوكل أنت على رب العالمين سبحانه وتعالى. مع بعضين عشان حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا، هنحاول نلم بيها كل أو أغلب الفروع بتاعتنا إن شاء الله. وهنبدأ بالأهم، نبدأ من آخر الامتحان الأول، نبدأ بالفرع الأساسي وهو فرع النحو. طبعا يا شباب أنا عايزك وأنت بتشوف فرع النحو تبقى عارف إن أنا عندي ثلاث أسئلة رئيسية في النحو، ثلاث أقسام تعتبر. السؤال الأولاني اللي هو سؤال اعرب ما تحته خط، تمام؟ سواء بقى جالي اعرب ما تحته خط، أو اعرب اللي فوق الخط، أو اعرب ما كتب بالمداد الأسود، أو اعرب الكلمات بما تفسر، النص بكلمة كذا، رفع كلمة كذا، أو اضبط الكلمة مع بيان السبب. كل دي صورة من صور الإعراب المختلفة. يبقى الإعراب مش شرط إنه يجي لي اعرب ما تحته خط بس، لا، صور الإعراب مختلفة جدا. طب يا سيدي، أنا لما بعرب الكلمة لازم أبقى عارف كويس جدا، هل الجملة الكلمة اللي قدامي اللي تحتها خط دي هل هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ لو هي اسم طبعا هتخش تبع اطار الجمله الاسميه، هتبقى مبتدا او خبر. العلم نور، اسم ان، خبر ان، ان العلم نور. حتى لو حطينا لام، لام التوكيد اللي بعد ان بتيجي بعد ان برضو ملهاش اي تاثير، خبر ان مفيش ادنى مشكله. كان العلم نورا، اسم كان وخبر كان، تمام. كاد العلم ان ينتشر، اسم كاد وخبر كاد طبعا يبقى خبرها جمله فعليه، تمام. يبقى احنا خلي بالك ده اطار الجمله الاسميه. طب لو الاطار الثاني اطار الجمله الفعليه، يبقى انا بعرف الفعل نفسه. اعلم جيدا ان الماضي والامر مبنيان دائما. الماضي مبني على حركه اخره، يعني مبني على الفتحه، على السكون، على الضم، حسب ما يظهر على اخره. الامر مبني على ايه؟ مبني على حسب ما يلزم به مضارعه، يعني بيبين على السكون اذا كان صحيح الاخر او متصل بينه النسوه، زي مثلا اذهب اذهبنا، او على حذف حرف العله زي اجري ادعو اسعى، او مبني على حذف النون اذا اتصل بواو الجماعه الف سنين ياء المخاطبه. طب يا سيدي ده كده بناء الامر. طب او بيبنى على الفتح طبعا اذا اتصل نون التوكيد. بالنسبه لبناء المضارع، الفعل المضارع بيتبني في حالتين، اذا اتصل بنون النسوه او بنون التوكيد. نون النسوه مبني على السكون، البنات يذهبن، او مبني على الفتح اذا اتصل بنون التوكيد، والله لا اذهبن. طب لو انا جيت للمضارع او الفعل المعرب الوحيد والمضارع، المضارع بيتعرب يا منصوب قبل منه اداه من ادوات النصب الرئيسيه. كل ده لو حط لي خط تحت الفعل، اداه من ادوات النصب الرئيسيه اللي هي ان ولن وكان وكي وحتى ولام التعليل. دول ما فيهمش مشكله لان دول مباشرين. انا عندي اللي فيه بس شروط، اللي هو ايه؟ لام الجحود اللي تسبق بكون منفي، ما كنت لتهمل، او فاء السببيه اللي تسبق بنفي او طلب، وما قبلها سبب فيما بعدها. لما اقول ذاكر فتنجح، او انا مش عايزك تمسك لي قلم وتكتب ورايا، لا، انت النهارده بتسترجع معايا مجموعه معلومات فقط. احنا تعودنا كده بفضل الله مراجعه صباح الامتحان، دي ما فيهاش قلم ورقه، دي بس مجرد ان انت بتسترجع، تمام. طيب يا سيدي، بنقول مع بعضينا ان انت عندنا فاء السببيه تصبح بنفي او طلب، اجتهد فتفلح ان شاء الله، وان شاء الله تفلح النهارده باذن الله في الامتحان. طيب، او اذا لازم تبقى المعنى مستقبل وهي متصله بالمضارع وفي اول الجمله. سناتي يا استاذ اذا اشرح لكم، يبقى ده اداه نصب ومضارع منصوب. طب لو ما لقيتش اداه نصب ومضارع، يبقى في اداه جزم اكيد، لام الامر، لم ولما ولام الامر ولن هي، تمام. هقول الولد لم ياتي، لما ياتي، لتاتي، لا تاتي، كل ده مضارع مجزوم. او ادوات الشرط الجازمه، ان، من، ما، متى، مهما، اين، اينما، ايانا، ان، اي، حيثما، كيفما، اي، دي كلها ادوات شرط جازمه بتجزم لنا كم فعل، فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، تمام. يعني لما اقول من يصلي يدخل الجنه، من يجتهد يفلح، كل ده فعل الشرط، جواب الشرط، مضارع مجزوم. طيب لو انا ما لقيتش ده، هلاقي مضارع مجزوم في جواب الطلب اللي هو عباره عن ايه؟ احط لك خط تحت مضارع بعد امر او نهي مترتب عليهم نتيجه ليهم، ولازم بعد النهي يكون امر محبوب. هقول لك اجتهد تفلح، اجتهد تفلح. غاويين هم في الامتحان احيانا بيجيبوا كده المقارنه ما بين كلمتين، لما اقول لك اجتهد فتفلح او اجتهد تفلح. اجتهد فاء، يبقى الفاء دي فاء سببيه، يبقى ده مضارع منصوب. اجتهد تفلح على طول، يبقى ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، تمام. هاجي اقول كده يا جماعه، لسه كل ده اعراب الفعل. بعد الفعل هسال مين اللي عمل الفعل عشان اجيب الفاعل. عمل ايه عشان اجيب الفاء؟ عمل ايه عشان اجيب مفعول؟ يبقى مثلا هقول اجتهد
مثلا محمد، مين اللي اجتهد؟ محمد. طيب يبقى محمد فاعل مرفوع عن مرفوع الضمه. طب لما اجي اقول مثلا شرح، مين اللي شرح؟ الاستاذ. شرح ايه؟ درسه، ادي مفعول به. شرحه ازاي بقى؟ ازاي دي تجيب لي الحال؟ باسما مثلا، كده، عابسا، مش ان شاء الله مش احنا يعني، عابسا، ضائقا، كل ده حال منصوبه وعلامه نصبها الفتحه. طيب يا سيدي، يبقى هنا عندنا ممكن تبقى الكلمه مين تجيب الفاعل، عمل ايه تجيب المفعول، عمله ليه تجيب المفعول لاجله، تمام، او مفعول لاجله. هقول مثلا شرحته افهاما للطلاب، يبقى شرحت ليه يا استاذ؟ افهاما للطلاب، مصدر بيرد على السؤال ليه والماذا. لو انا لقيت الكلمه من كلمات الزياده هلاقي بعد ايه وايتها. طبعا هي لو كانت مشتقه تبقى نعت مرفوع، لو كانت جامده تبقى بدل. انا بقول لحضرتك الغالب يقول نعت مرفوع، فيبقى اللي بعد ايه وايتها هنعربها نعت مرفوع. ايها الطلاب، ايتها الطالبات، يبقى نعت مرفوع. هتجي لي مثلا نكره منصوبه بعد افعل التمييز، بعد افعل التفضيل، هقول انا اكثر منك مالا واعز نفرا، تبقى دي تمييز، ونوعه ايه؟ تمييز الملحوظ. كل ده لو اعراب. طب هتجي لي الكلمه زي ما جت السنه اللي فاتت، هتجي لي الكلمه بعد اسم الاشاره. خلي بالك، هذا طالب، انا طالب، هنا تبقى ايه؟ مبتدا وخبر. طب لو كانت الكلمه دي بعد اسم الاشاره او الضمير، هنا قلنا نكره، هتبقى خبر. طب بعد اسم الاشاره وكانت معرف بقى، حسب بقى، حسب. لو يجوز حذف اسم الاشاره يبقى دي بدل. طب ما يجوز زي بتاع السنه اللي فاتت تبقى خبر، تمام. يعني اقول ايه؟ هقول مثلا احب هذا الشرح، هذا الشرح، لما اشيل هذا هقول احب الشرح، ماشيه، يبقى كلمه الشرح بدل. طب لما اقول احب الشرح فهذا الخير، تمام، هاجي اشيل هذا هقول احب الشرح فالخير، مش ماشي قوي، المعنى اتغير خالص. قال لك لا، يبقى ده كده مش بدل، ده خبر، زي ما جت فذلكم السبيل السنه اللي فاتت كانت خبر، تمام يا شباب. طيب هلاقي مثلا عندنا لقب او وظيفه زائد اسم علم، يبقى ده برضو بدل، تمام. لما اجي اقول مثلا الدكتور احمد، هقول احمد دي ايه؟ بدل. طب لو انا عكستها قلت احمد الدكتور، يبقى الدكتور دي نعت، تمام، زي ما جت قبل كده في ثانية ثانوي لما قال حافظ ابراهيم شاعر النيل، جت شاعر دي نعت، لان اللقب لما يجي بعد الاسم يبقى ده نعت على طول، لكن لو اللقب جه الاول يبقى الاسم بدل، تمام. هلاقي مثلا الفعل رأى، خلي بالك منه بقى، عشان الفعل رأى ممكن اكون شفت، رأى بمعنى شفت. هقول مثلا رأيت الاستاذ على قناة الرحمة باسما، انت كده رأيت، شفت الاستاذ، يبقى هنا الاستاذ مفعول به وباسما حال. طب رأيت الاستاذة منشرح الصدر، انت ما شفتش صدر المنشرح ولا لا؟ انت حسيتها دي، يبقى دي رأى القلبيه بتنصب مفعولين، يبقى كلمه منشرح مفعول به تاني، يبقى فرق ما بين رأى دي ورأى دي. لو انا لقيت لولا، الكلمه اللي بعد لولا او اما بيتعرب مبتدا، اقول مثلا لولا العلم لانتشر الجهل، اما السفينه فكانت لمساكين، يبقى كلمه السفينه او كلمه العلم تتعرب مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه. بمناسبه لولا الخبر محذوف تقديره موجود، تمام. كل دي في الثوابت الاعرابيه. انا مش عايز ابقى ماشي ورا موضوع معرفه ومعرفه ونكره ونكره، انا بقول اهو المعرفه ومعرفه لازم يكون المعنى للوصف، المعرفه ومعرفه لازم يكون المعنى للوصف. ها جاء الطالب المهذب، المعنى هنا بيوصف، جاء الطالب المهذب او جاء طالب مهذب، كده المعنى بيوصف، يبقى ده نعت. انما طب لو المعنى ما بيوصفش يا شباب يبقى ده مش نعت. انت رجل دين، كلمه دين ما بتوصفش رجل، دي مضاف اليه. طب اما اقول انما الامم الاخلاق، كلمه الامم، خلي بالك بقى عشان برضو الحته دي جميله عندنا في الوحده الثالثه، ان انما ملكة فدخلت على ان فبتوقف شغلها، يبقى اللي بعدها بيتعرب ايه؟ اللي بعدها بيتعرب مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، تمام. طب الاخلاق هنا خبر، ليه؟ لان كلمه الاخلاق مش بتوصف الامم. يبقى مش شرط ان انا اقول ايه؟ نكره ونكره ومعرفه ومعرفه، لا، انا نكره ونكره ومعرفه ومعرفه، والمعنى يفيد الوصف، والمعنى يفيد الوصف. عندنا كلمات ثابته، لما بتلاقي كلمه كثيرا وكلمه جدا دي نائب عن المفعول المطلق، سواء في اول الكلمه او اخر، يعني جت مره في اول كلمه في الفقره، مش كده خالص، نائب عن المفعول المطلق. كلمه جدا برضو نائب عن المفعول المطلق، لكن لو انا لقيت ايضا وحقا، بس حقا مش انا قلت حقا، لو قلت قلت حقا لا ده حقا مفعول به، لكن امتى حقا مفعول مطلق لفعل محذوف؟ اما اجي ابدا بيها كده اقول حقا ان العلم نور، حقا دي كده دي بقى مفعول مطلق لفعل محذوف، صدقا يقينا، تمام، فضلا شكرا عفوا، كل هذه الكلمات وايضا مفعول مطلق لفعل محذوف. فرق ما بين كلمه ايه؟ ما بين كلمه مع لما تبقى لوحدها كده، مع ظرف زمان او ظرف مكان، تمام. طب حسب المعنى، لما اقول اجلس مع اخيك في نفس المقعد يبقى ده ظرف ايه؟ تبقى دي ظرف مكان.
طب اجلس اجلس مع او تعال مع اخيك مع المساء، هتقول لي دي ظرف زمان. طب يا استاذ انا متلخبط مش عارف اقول ظرف زمان ولا مكان في مع، قول مفعول فيه. يبقى انت ريحت دماغك لان الظرف مفعول فيه حيث فعل فيه الحدث، يبقى انت قدرت تخرج من الموضوع وما غلطتش بفضل الله ونعمته. مفعول فيه منصوب وعلامه نصب الفتحه، تمام. طب لو حطيت التنوين لمع هقول معا، تبقى معا حال. طب كلمه جميعا برضو حال، بس خلي بال حضرتك كلمه جميع، خلي بالك كل وجميع وكلا وكلتا ونفس وعين، كل الكلمات دي لما تحط لها اسم او ضمير تبقى توكيد امتى؟ برضو توكيد امتى لو ينفع تشال من الجمله، لو ينفع تتشال من الجملة توكيد تبقى توكيد معنوي. ازاي؟ لما اقول محمد او مثلا ايه، الطلاب كلهم محترمون، الطلاب كلهم محترمون، لو شلت كلهم تمشي، الطلاب محترمون، تمام. لكن لما جات لي في امتحان سابق ان امتنا كلها ثقة، لا لما اشيل كلها ان امتنا ثقة المعنى مش ماشي خالص، يبقى كلمة كلها هنا ليست توكيد وانما هي مبتدأ. خلي بالك، يبقى الفاظ التوكيد المعنوي لازم عشان اقول ده توكيد تكون تنفع تتحذف من الجمله اللي قدامي. ايه كمان موجود معانا في الاعرابات؟ كل ده خلي بالك احنا بننكش اعرب ما تحته خط. خلي بالك من ترتيبه الجمله، الله يبارك في عمرك، خلي بالك من ترتيبه الجمله. يعني هو غاوي دايما انه يؤخر لك شويه المفعول به ويكون طالب اعرابه ويكون مؤخره على الفعل مثلا، او يبدل ما بين الفاعل والمفعول. لما يقول مثلا لقد اجتاحت أرضنا العربية، جت في فقرة سابقة، اجتاحت أرضنا العربية جحافل الشر، يبقى كلمة كده أرضنا مفعول به، جحافل هي إيه؟ هي الفاعل، ده تقديم وتأخير. خلي بالك عشان هو طلب إعراب ساعتها كلمة العربية، طلب إعراب كلمة العربية. طب العربية هنا تبقى نعت منصوب، يبقى ممكن التقديم والتأخير يفرق معانا. طب التقديم والتأخير في الجملة الإسمية، خلي بالك يكون الخبر قدام، ألاقي الجملة الإسمية بتبدأ بجار ومجرور أو ظرف، يبقى الخبر مقدم. هقول على الطلاب مسؤوليات عديدة، كلمة مسؤوليات دي ايه؟ مبتدأ مؤخر. لو حطيت ان تبقى اسم ان مؤخر، لو حطيت كان تبقى اسم كان مؤخر. ركز في الحاجات دي، التقديم والتأخير. وانا بكتب علامات الإعراب لازم يكون الإعراب بتاعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه كذا، ويا ريت لو قلت ضمة ظاهرة وضمة مقدرة. لكن الحاجات مبنية هتقول اسم مبني في محل، يبقى المبني ده ليه طريقة والمعرب ليه طريقة. احنا الوقت معانا ضيق جدا، معانا سؤال الإعراب ده سؤال الإعراب، واحنا في سؤال الإعراب بنقول بقية الأسئلة. معانا السؤال الثاني سؤال استخرج، سؤال استخرج من القطعة. أنت بتستخرج إيه؟ عايزين نلف على المنهج كله كده بشكل سريع. هستخرج اسم فاعل، يبقى من الثلاثي على وزن فاعل أو من مضمومة وكسر ما قبل الآخر. يعني مثلا إيه؟ قائم مخرج، تمام. أما أجي أقول بقى، خلي بالك خلي بالك عشان في بعض أسماء الأفعال ممكن يجي لي داع آخذ آكل، ها جائن أو الداعي، كل دي أسماء أفعال، اسم فاعل. او الخاص الجاد، لما تلاقي من الفعل جد وخاصة ده اسم فاعل ثلاثي برضو على وزن فاعل. طب لو غير ثلاثي، مين مضمومة كسر ما قبل الاخر؟ بس احذر، عندنا مين مضمومة وفتح ما قبل الاخر في الفعل الخماسي. ازاي يا استاذ؟ الفعل الخماسي مشدد الاخر مضاعف الاخر او معتل الوسط، ده بيجي اسم الفاعل واسم المفعول على وزن واحد، والسياق يفرق. خلي بالك انا كلمه مختار من الفعل اختار، كلمه مختار تنفع اسم فاعل واسم مفعول. طب افرق ازاي؟ المعنى يفرق، انا مختار الطلاب، الطلاب مختارون بواسطتي، تمام. يبقى الاولى اسم فاعل والثانيه اسم مفعول. لما اجي اختار اسم المفعول بقى، خلي بالك لو طلب اي فعل لاي مشتق، اي فعل لاي مشتق هتجيب الماضي فقط، هتجيب الماضي فقط. ولو طلبوا الاسم المفعول تجيب الماضي مبني للمجهول، تمام. هجيب الماضي ايه؟ مبني للمجهول. يعني لما اقول ديست هقول ديست، يبقى ايه؟ اجيب الفعل ده فعل مبني لايه؟ للمجهول. يبقى اجيب الماضي بتاعه ديست. لما اقول مثلا اجي اجيب اسم مفعول بتاعه فعل مبني للمجهول اقول ديست، اقول مدوس، يبقى اسم مفعول مدوس. اما اجيب الماضي اقول ديسة، تمام. يبقى ده كده مقول، قيل، مبيع، بيعة، يبقى اجيب الماضي مبني المجهول بالنسبه لاسم المفعول. صيغه المبالغه الخمس اوزان، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل، جبار، مفرح، شكور، حليم، حذر، تمام. الخمس اوزان دول احذر، خلي بالك يجيب لك المشتق مؤنث، عشان كده ايه حيرك شويه. لو لقيت المشتق مؤنث انا بقول اهو مش لاقي، انت المذكر اشتغل على المفرد المذكر. طب انا هكتب الكلمه اللي في الفقره المؤنثه، لكن انا بفضيها لنفسي. خلي بالك من صيغه المبالغه اللي على وزن فاعل، زي ما كانت قبل كده كلمه يقظه، حط لها تاء تنس عشان يلخبطك، مفيش مشكله خالص. طيب اسم التفضيل على وزن افعل المؤنث فعلا، اكبر كبرى، ولو ما لقيتش يبقى خير وشر وحب
يعني انت خير منه، انت شر منه، انت احب الي منه. يبقى دي كلها اسماء تفضيل. ايه كمان؟ لو انا عايز اسم زمان، اسم مكان، مصدر، ميم على وزن مفعل ومفعل من الثلاثي، ميم مضمومه فتح ما قبل اخر من غير الثلاثي. الفرق بينهم ازاي يا استاذ؟ ان مفعل ومفعل كلهم لو فادوا المكان يبقى اسم مكان. هقول المكتب مجلس الاستاذ، يبقى ده كده اسم ايه؟ اسم مكان. طب لما اقول مساء مجلسي مع اهلي يبقى اسم زمان، جلست مجلسا مهيبا يبقى ده مصدر ميمي. يبقى حسب معناه لو دل على حدث مصدر ميمي، زمان يبقى اسم زمان، مكان يبقى اسم مكان. في فرق ما بين اعراب ظرف الزمان والمكان وبين اسم الزمان واسم المكان، ده مشتق وده اعراب، ده غير ده خالص، ده نحو ده صرف. طب يا سيدي لو طلب مني مصدر صناعي، اي اسم اخره يا مشدده وتاء مربوطه، انسانيه بس ما يتعربش نعت. لو طلب مني اسم مره او اسم هيئه، اسم مره على وزن فعله، فعله ضربه اكله شربه، تمام. طب لو اسم هيئه فعله ولازم ابعته نعت او مضاف اليه، جت قبل كده ان الهجمه الشرسه اسم مره. طيب لو طلب كل دي المشتقات، لو هو طلب مني، لو طلب مني مصدر من المصادر الصريحه، تمام. لو قال لك هات مصدر سماعي، تعرف انه بيجيب المصدر الثلاثي فقط. لو قال هات مصدر قياسي، بيجيب المصدر رباعي خماسي سداسي، زي اهمال، انتاج، استخراج، استنتاج. كل دي مصادر صريحه. طب مؤوله، انوى الفعل، ان واسمها وخبرها، ان تنجح، ان محمد ينجح، تمام. او ما والفعل يعجبني ما امتزتم به من خير. يبقى كده ايه؟ كل ده مصدر مؤول. احوله لصريح ازاي؟ قلنا قبل كده خطوات في حلقات ماضيه كتير، قلنا يا جماعه بجيب الخطوة الأولى، طبعا بجيب المصدر من الفعل، لو ما والفعل أو أن والفعل. ما تنجح أو ما نجحت، أقول نجاحك، ها أن تنجح نجاحك. طب أن الولد ينجح، هجيب من الخبر وأعمل مقص، يبقى نجاح الولد، هجيب من الخبر وأعمل مقص. أكتر حاجة بتلخبطكم في التحويل إنك بتجيب من المضارع، لا هتعمل خطوة كده بالترتيب. أن والفعل مثلا أن يجتهد، هجيب الماضي اجتهد وأجيب المفعول المطلق بتاعه، هو ده المصدر، هو ده المصدر الصريح، ما تجيبش من المضارع. عشان كده جت قبل كده أن يتحقق، نسأل التحقيق غلط، لا أن يتحقق، الماضي تحقق، يبقى إيه؟ يبقى المصدر بتاعه تحققا، تمام يا سيدي. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لو طلب مني مصدر مؤول، افرض لقيت أنا نفي في المؤول، أن لا تفعل، حط عدم قبل الصريح، يبقى عدم فعلك. أن لا تهمل، عدم إهمالك، تمام. يبقى ده بالنسبة للوحدة إيه الثانية. تعالى الوحدة الثالثة، لو طلب منك ناسخ الوحدة الثالثة وبيركز على الخبر، ها خبر لمبتدأ، مفرد، جملة، شبه جملة، أنواع الخبر، ده أساسي. وخلي بال حضرتك الخبر لو بعد منه مضاف إليه بيبقى مفرد برضو. أنت طالب العلم، طالب العلم ده خبر مفرد. طب لو امتى اقول خبر جمله؟ لو في ضمير يعود على المبتدا، انت تسعى بجد، تسعى انت، محمد ثوبه مهذب او مهندب، يبقى ده كده ثوبه تعود على محمد، يبقى ده كده الهاء تربطه، يبقى ده خبر جمله. لكن شبه جمله، جار ومجرور او ايه او ظرف. طب لو اتشقلبت الجمله، لسه قايلينها من شويه في سؤال الاعراب، لازم ابقى اعرف ان الخبر مقدم والمبتدا مؤخر، او اسم الناسخ مقدم وخبره مؤخر. خلي بالك، او يعني خبر الناسخ مقدم اسف واسمه مؤخر، ركز معايا الله يبارك في عمرك، تمام. يبقى كده لازم اخد بالي من النواسخ كويس جدا، من النواسخ، لانه دايما بيحب في الامتحان استخرج خبرا لناسخ وبين نوعه. خبر لناسخ زي ما اقول عندك اربع نواسخ، يا اما لا نافيه الجنس خبرها مفرد جمله شبه جمله، يا اما كان واخواتها خبرها مفرد جمله شبه جمله، يا اما ان واخواتها، يا اما كان واخواتها، يا اما كاد واخواتها. افعال مقاربه ورجاء الشروع التي تعمل عمل كان، ودي خبرها واحد بس جمله فعليه وفعلها ايه؟ مضارع. ان بتنصب المبتدا وترفع الخبر، كان بترفع المبتدا وتنصب الخبر، لان في الجنس بتعمل عمل ان، اسمها مضاف منصوب لطالب علم كسول. شبيه مضاف في تنوين وبعد منه حاجه بتحدده زي ايش؟ شبيه المضاف اهو، لا طالبا للعلم كسول، او مفرد مبني على ما ينصب به، لا طالب كسول مفرد مبني على الفتح، طالبات كسولات مفرد مبني على الكسر، تمام. طيب ده اسم لا، لان في الجنس اللي تعمل بالثلاث شروط. طب لو لقيت بلا شك الباء حرف جر وشك اسم مجرور علامه جر وكسره، ده كده لا غير عامله. طب كان اخواتها بترفع المبتدا وتنصب الايه؟ الخبر. احذر من التقديم والتاخير تاني. عندنا في كان اخواتها، ودي جت في اعراب السنه اللي فاتت، اللي بعد كانت تامه بيجي بعدها فاعل. يعني ايه كانت تامه يا استاذ؟ كان واخواتها تيجي تامه 10 منهم، تمام، ثلاثه ناقصين على طول، انما في 10 بيجوا تامه وناقصه. يعني ايه ناقصه؟ يعني بترفع المبتدا تنصب الخبر بعدها حاجتين. يعني ايه تامه؟ يعني بترفع فاعل فقط، ساظل اشرح، حتى يصبح التفوق، تمام. يبقى حتى، او حتى يدوم التفوق،
يدوم التفوق يصبح تفوق دفاعي، لان بعدها كلمه واحده فقط ما شاء الله كان. مين اللي كان؟ هو الفاعل ضمير مستتر، هو دي كانت تامه. تمام. طب كده المبتدا يا جماعه انواع الخبر بتاعته زي ما قلت ممكن يجي لي خبر متعدد، ثلاث حاجات بتتعدد لان انواعهم زي بعض. النعت الخبر الحال، النعت الخبر الحال كل ده يتعدد، يعني ممكن يجي كذا خبر لمبتدا واحد، كذا نعت المنعوت واحد، كذا حال لصاحب حال واحد. جت في امتحان 2005 ثانيه ثانوي ايام ما كانت ثانويه عامه لما قال يغرد الطائر حرا طليقا، يغرد الطائر حرا طليقا، كلمه طليقا حال تاني، يبقى يتعدد الحال ويتعدد النعت. تمام. طيب الفرق ما بين النعت والحال، احنا قلنا صاحب الحال لازم يكون معرفه، لازم يكون معرفه. طيب ده بالنسبه للوحده الثالثه بتاعت الجمله الاسميه والنواسخ. خلي بالك لما اجي اطور على خبر محذوف لولا، بدور على لولا اهم حاجه، او مبتدا عطف عليه بواو المصاحبه الجندي وسلاحه تقول متلازمان، او تلاقي مثلا المبتدا قسم صريح لعمري لعمر الله لاذهبن، يبقى ده مبتدا حذف منه الايه الخبر. تمام يا جماعه. يبقى ده بالنسبه للجمله الاسميه. الوحده الرابعه طلع مفعول به، لسه قايلينه من شويه، المفعول به والمطلق والاجل. مفعول معه بجيبه ازاي يا استاذ؟ لما الاقي واو بمعنى مع والاسم اللي بعدها ما يعملش الفعل اللي قبلها، اقول ذكرت والمساء، ذكرت والمساء، المساء ما بيذاكرش معايا، يبقى ده مفعول معه منصوب. تمام. اتي والصباح، برضو ما الصباح ما بيجيش معايا، نفس الكلام كده. طب بالنسبه للمفعول المطلق، اكلت اكلا شربت شوربا، مبين للنوع مبين للعدد مؤكد للفعل. طب مبين للنوع لو بعده نعت او مضاف اليه، شربت شوربا كثيرا شوربة العطشان. تمام. ده مبين للنوع، شربتين شربات، يبقى ده ايه؟ مبين للعدد. طيب لو لقيت مثنى او جمع ما فيش حاجه خالص، شوربا بس، يبقى ده مؤكد للفعل. طب لو انا لقيت كلمه كل زائد المصدر، يبقى ده نائب عن المفعول المطلق. احب النبي صلى الله عليه وسلم كل الحب. تمام. احب الطلاب بعض الحب، بعض نائب عن المفعول المطلق. تمام. واشرح اشد الشرح، اشد نائب عن المفعول المطلق. ليه؟ لان هي بعدها المصدر. طب لو قال لي نوع اقول له اسم مضاف للمصدر، قلنا من شويه كثيرا وحثيثا، وقول لي زيها، تلاقي نكره منصوبه مرتبطه بالمصدر نفسه، مرتبطه بالفعل نفسه. يعني اشرح كثيرا، كلمه كثيرا مش مرتبطه بي انا بالفعل المفعول، لا دي مرتبطه بالشرح، وتنفع تبقى نعت للمصدر لو اتحط قبلها، تبقى دي نائب عن المفعول المطلق صفه المصدر. تمام. نسعى ذلك السعي، ذلك اسم اشاره مبني في محل نصب نائب عن المفعول المطلق. تمام. زي ما اقول اسم يحسب له الحكام المحكومون الف حساب، اللي جت السنه قبل اللي فاتت، الف نائب عن المفعول الايه المطلق. كل ده يا جماعه النائب عن المفعول المطلق. المنادى، ركز معايا، عندي نوعين المنادى، منادى معرب ومنادى مبني. المنادى المعرب تحت منه ثلاث انواع، اللي هو ايه؟ هقول مضاف يا طالب العلم، بتنادى على كلمتين. طب لو حطيت تنوين يبقى يا طالبا للعلم شبيه بمضاف. طب لو ناديت على نكره غير مقصوده تلاقيها منصوبه، نكره واقفه لوحدها كده يا طالبا وتسكت تلاقيها منصوبه. تمام. يا طالبين منصوبه. طب الثانيه، الناحيه الثانيه المبني، عندي في المبني يا اما ايها وايات، اللي هو المعرب بقال منادى مبني على الضم في محل نصب، واللي بعدها طبعا نعت مرفوع زي ما قلنا. طب يا اما تلاقي علم، ده مبني على ما يرفع به، يا محمدون مبني على الضم في محل نصب، يا محمدان مبني على الالف في محل نصب. طب يا اما نكره مقصوده قصدت ان ده هتلاقيها مرفوعه، طبعا هي مش مرفوعه، هي مبنيه على ما ترفع به. هقول ايه؟ وده الفرق بينهم، المنصوبه غير مقصوده، انما اللي عليها علامات الرفع دي اللي ايه؟ دي المقصوده. يا طالب منادى مبني على الضم في محل نصب نكره مقصوده، مكتوبه في كتاب المدرسه، يا مصريون يا مصريين اعملوا اعملوا لوطنكم مخلصين. مصريون منادى مبني على الواو، الثانيه منادى مبني على الياء، اسف منادى منصوب بالياء، منادى مبني على الواو نكره مقصوده. تمام. يا مصريون ما دامت مرفوعه يبقى نكره مقصوده. طيب وهنا بيقول لي في كتاب مدرسه، ايهما تفضل؟ طبعا افضل المقصوده. تمام. لانك قصدت بالنداء بتاعها. طيب يا سيدي اما اجي اللي بعدها، استخرج تمييز، التمييز بتاعنا قر طاب ازداد امتلأ كل الافعال دي، الفعل اللي على وزن فاعل كبر مقتا عند الله، وكل دي بعدها نكرات منصوبه تبقى تمييز. تمام. تمييز الملحوظ. تمام. طيب لو انا لقيت كيل مساحه وزن عدد، ده تمييز الملفوظ. كيل مساحه وزن كوب ماء، ده كيل مثلا متر قماش، ده مساحه. وزن مثلا كيلو جرام ذهبا مثلا، ده وزن. عدد الف رجل، وطبعا تمييز العدد من 11 99 منصوب، الباقي كله مجرور. تمام. بالنسبه للوحده الخامسه وحده الافعال احنا ذكرناها في الاعراب. بالنسبه للوحده السادسه وحده الادوات، طبعا الادوات انا لما اجي اتكلم عنها بقول لك ركز معانا ان عندنا كام خبريه واستفهاميه بعرفها من خلال اللي وراها والسياق،
اللي وراها ايه؟ لو التمييز مفرد او جمع مجرور يبقى ده خبريه. طب اللي وراها مفرد منصوب تبقى استفهاميه، كم رجال، من رجل، من رجال، كل دي خبريه. طب كم رجلا، تبقى دي استفهاميه، والتمييز منصوب تصبغ بحرف جر، يبقى يجوز في التمييز بتاعها الاعرابين، يا اما منصوب يا اما مجرور. تمام، خلينا ده لفينا على النحو كله كده. طبعا الوحده السادسه السنه دي، في السنه اللي احنا فيها دي، الوحده السابعه حذف الممنوع من الصرف من السنه دي. تمام، عندنا طبعا في الوحده السادسه الاستعمالات، خلي بالك من ما ولا. طبعا دي بيقول لك يعني غالبا بتيجي في سؤال استخرج وردت ما في القطعه كذا مره، خلي بالك من ما النافيه باين قوي، وما التعجبيه ما اجمل باين قوي، ما فعلته ما اجمل، وما الاستفهاميه، القضيه في ما المصدريه، وما الموصوله. افرق بينهم ازاي؟ انت يبقى معاك كلمه الذي او التي حسب الجمله، هتحط الذي لو نفعت تبقى دي موصوله، ما نفعتش يبقى دي مصدريه. يعني لما اقول مثلا ايه، هقول يعجبني ما ذكرت النحو، لما اجي احط الذي يعجبني الذي ذكرت النحو مش ماشيه خالص، يبقى دي مصدريه. لكن اقول ايه، فعلت ما اغضبني، شيل ما وحط الذي، فعلت الذي اغضبني ماشيه، يبقى دي كده موصوله. خلي بال حضرتك، لا ثلاث انواع، يا اما لا الناهيه بتجزم المضارع، يا اما لا النافيه سواء بقى نافيه عامله او غير عامله، يا اما لا العاطفه بين كلمتين، الخير لا الشر احبه. تمام، طيب السؤال الثالث، السؤال العملي، ده اقوى سؤال في النحو يا جماعه، اشد سؤال، ركز الدرس بتاعك اللي طالبه ايه، هيجي يقول لك شيل الا وحط غير، اعرب ما بعد الا وادي الاعراب لغير. تمام، واللي بعد غير مضاف اليه، هيجي يقول لك خلي الفعل ده مؤكد بالنون واجب، تدي له والله وتحط لام ونون، طب خليه جائز حطها له اخر نون، طب عايزه ممتنع ما تحطش حاجه خالص، والله لا سوف يا استاذ يا ابني، بعضكم بينسى يحط نون، ما تحطش حاجه خالص، لا نون ولا قسم ولا طلب ولا اي حاجه. عايز يربط ما بين الجملتين باداه شرط، ركز في الربط، ركز في الربط، لو في عله واداه شرط جازمه، من ومتى بيربط اي جمله، لو في عله تربط على طول بشكل مباشر وتشيل العلل. تمام، من يسعى بجد ينال النجاح. تمام، لكن لو في نون افعال خمسه هتشيل النون برضه، من يسعى وبجد ينال النجاح. طب لو انا عندي بقى فعل الشرط جمله اسميه زي ما جت في سنه 2000 للثانيه ثانوي المتقدمون المسابقة، هحول فعل الشرط أو الاسم ده الفعل، الجملة الأولى اسمية حولها الفعل، من يتقدموا. تمام، طب لو كانت اسم بعده فعل بقى، طالب يذاكر ينجح، هتربط بأي، دي الحالة الوحيدة اللي هحط فيها أداة الشرط أي، لو لقيت الجملة الأولى اسم بعده فعل. طب لو اسم مشتق زي ما قلت من غير فعل، تحول الاسم ده الفعل، المتقدمون المسابقة سيفوزون، هقول من يتقدموا فسيفوزون. لاحظ حاجة، لما لقيت حاجة غريبة في الجملة التانية بحط الفاء وما بغيرش الجملة، لا تشيل ولا تحط عليها، لو هتخلي جواب الشرط مقترن بالفاء ما تغيرش فيه. تمام يا شباب، خلي بالك من السؤال ده، الله يبارك في عمرك، لما يجي يقول لك مثلا شيل ما وحط ما، الكلام ده الحاجات دي كلها السؤال ده مفتوح، لأنه بينكش في كل أفكار المنهج اللي عندنا. طيب يا جماعة، ده بالنسبة للنحو، طبعا هو خد أكبر وقتنا لأن هو الفرع الاساسي بتاعنا، 20 درجه يا شباب، ربنا يا رب يوفقكم. النحو معانا 20 درجه، ومعانا النصوص برضو ال 20 التانيين، يعني الكلام جامد جدا. معانا النصوص، خلي بال حضرتك، النصوص الحفظ اللي عندنا وانت حافظهم الحمد لله وزي الفل، عندنا غربه وحنين الى الوطن، نص غربه وحنين الى الوطن طبعا بتاع احمد شوقي، النص من الشعر الايه؟ الوطني. احمد شوقي اتكلم عن اربع حاجات، اول حاجه عن فتره الشباب والطفوله والشباب، اختلاف النهار والليل ينسي الكرة للصبا وهي ما انسي، وصف لي ملاوه من شباب صورت من تصورات ومسين. عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلصي، ده دلالة على صورة مرفة الشباب، وسلا مصر هل سلى القلب عنها، ده لسه بيكلم اثنين اصحابه كعادة الايه؟ القدماء، وسلا مصر هل سلى القلب عنها، احمد شوقي غاوي استعراض مكنية قوي، صحيح، سلا مصر سلى القلب أسى جرحه، طبعا خدنا عليه كلمة المؤسي، غلطان يا شاوي خدنا عليه كلمة عصفت، غلطان يا شاوي خدنا عليه كلمة حبس بعد منع تكرار، وخدنا عليه كلمة رجز برضه مقلوبة للقافية، خدنا عليه التناقض اللي في البيت الحداشر اللي هو نفسي ملجأ القلب شراعي، ازاي السفينة تبقى بخارية وشراعية، أكبر غلطة كانت عنده في البيت الـ13 لما قال وطني لو شغلت بالخلد عنه، إنه لو دخل الجنة مش هينسى وطنه، فالرافع قال له لأ مش هيبقى فيه أوطان عشان أنت تشتاق ليها أصلا. طبعا الشاعر بعد ما اتكلم عن وطنه نقل على كلامه الى ايه؟ الى السفينه، اتكلم عن قلبه وعلاقه قلبه بمصر، وسلى مصر سلى القلب عنها، نسيها القلب او اسى جرحه الزمان المؤسي. مهما كان الخمس ابيات الاولى احمد شوقي بيركز على معنى واحد، وهو ان الكل ينسى بمرور الزمان الا انا. تمام؟
كلما مرت الليالي عليه رقة، طبعا سلى المس وسلى القلب، دي استعراض مكنية، وسلى وسلى جناس تام، وأسوى وجرحى وطبق. الجرح هنا وردت في هنا وردت في البيت ال11 اعتقد في نص صخرة الملتقى، الاثنين الكلمتين استعارته صحيحه ويقصد بهم الشوق في الاثنين. تمام. كلما مرت الليالي علي رقه، كلما في الاستمرار مرت الليالي علي رقه، والعهد في الليالي تقسي، المعروف والمعهود ان الليالي تقسي القلب، كل ما الليالي بتعدي على القلب بيزداد رقه وحنينا، المعروف ان الليالي تقسي ايه القلب. انت بتضحك يا استاذ واحنا عندنا امتحان يا عم؟ ايه المشكله يعني؟ طب اكشر، طب نعيط يعني عشان عندك امتحان بعد ساعتين؟ ابتسم يا ابني، تفاءل، تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءل ان شاء الله والامر باذن الله يكون يسير كده. انا عايزك تفك نفسك، مش عشان انا بتكلم بسرعه انت عامل لي كده بقى ويوم قطب جبينك، لا انا بتكلم بسرعه عشان وقت الحلقه، انا بتكلم بسرعه عشان عايز اقول كل حاجه في وقت ضيق، هي دي قضيتي. لكن انت ما تشدش نفسك قوي، انت تنشن قوي كده. تمام. يعني فك نفسك كده، ووالدك والدتك برضه، والدك هتقوم تعمل لك ايه حاجه حلوه كده دلوقتي او مشروب جميل، او والدك هيديك على قفاك عشان خاطر تفوق كده، ربنا يحفظك. خليك كده فريش بقى يا عم، مش حاسس اسمها امتحان الكلام ده بقى. ها ايوه كده، ابتسم، ربنا يحفظك يا رب. تمام. قول لي ما انت ما عندكش امتحان. ما انا والله بامتحن، بس بامتحن كام امتحان بقى؟ شوف بقى عدد طلابي بفضل الله ونعمته، ربنا رب يحفظكم كلكم. طيب يا جماعه بنقول تاني، الراجل بيقول كلما مرت الليالي علي رقة، والعهد في الليالي تقصي، دي حكمة يتنبل، تذييل ممتاز اللي بيقول معانا الله. طيب وكله ممتاز اصلا. ها بيقول بقى مستطار، ده ايه حالة القلب وداخل السفينة داخلة؟ مستطار اذا البواخر رنت اول الليل او عوت ايه بعد جرسي، اول ما البواخر تدخل الله صوتك رنين، مشيت عوت. خدنا عليه كلمة عوت برضو لانها لا تناسب طبيعة اسبانيا، واعتذرنا بان الراجل يقصد التغير العاطفي للصوت. وبعدين مستطار استعاره مكنيه، راهب في الضلوع للصفر من فطن القلب بقى ايه زي ما قلنا قبل كده، خد الصدمه واتبط جوه الضلوع. تعبير الفلاح الجميل ده، يقول لك ايه مستطار نزل بقى خرانت اول الليل او عاد بعد جرسي، راهب في الضلوع للصفر ايه فطن عاقل، كلما ثرنا شاعهن ودعهن بنقص القلب راهب. هنا جاب راهب ونقص، طبعا نقص صوت جرس الكنيسه بينما مراعاه نظير، وهنا عشان طبيعه اسبانيا اللي هو موجود فيها دلوقتي، راهب تشبيه القلب بالراهب، وراهب ومستطار اثنين ايجاز بحذف القلب. تمام. وبعدين يكلم السفينه بقى، راح فين؟ استني هنا، تعالي يا ابنه اليم، ما ابوك بخيل. وقال لها ما ابوك بخيل، ما قالهاش ابوك كريم عشان بيعاتب، ما هو لو كان كريم كان رجعه. تمام. يا ابنه اليم، اي نداء مع غير العاقل تمني، لان التمني يفيد الاستحاله، والنداء على غير العاقل، غير العاقل مش هيرد عليك، ولذلك النداء يا صخره الملتقى التمني، والسؤال لصخره الملتقى التمني، وهنا النداء على السفينه التمني، سيري ارسي اجعلي امر للسفينه التمني. تمام. طيب ولو جات لك في البلاغه اي حاجه غير العاقل يبقى غرضه ايه؟ هتقول التمني لانه يفيد الاستحاله. طب يا سيدي بيقول بقى يا ابنه الام، ما ابوك بخيل ما له مولى عن استفهام التعجب والحزن، احرام نقل القضيه من تجربه ذاتيه لتجربه ايه عام الله، لان دي تجربه ذاتيه تحولت الى عامه. تمام. واللي معانا في الاستوديو بيقول اهو ما شاء الله، بيقول بقى اهو بيقول احرام على بلابل الدو حلال الطير من كل جنسي، طبعا دي الاستعاره التمثيليه الوحيده اللي في المنهج كله، حرام وحلال طباق بلابل الدو الطير، الثلاث استعارات تصريحيه. هو الاستعمار يستحيل الاوطان ويطرد الاهلها منها؟ لا، كل دار حكمه من احمد شوقي، كل دار حق بالاهل الا في خبيث من المذاهب ريكسي. تمام. كل وطن اولى باهله الا في مذهب المستعمر النجس استعاره مكنيه. تمام. نفسي مرج القلب شراع تشبيهين بلغيه، هنا بقى حراره العاطفه، خذي من نفس الوقود اللي يحركك ومن قلب الشراع اللي يوجهك، وبما في بحر دموعي سيري الى مصر، سيري وارسي بينما طباق. خلي بالك نفسي مرج القلب شراع حسن تقسيم، لو قال لك ما مصدر الموسيقى في هذا البيت يبقى تطلع محسن بديع بيعمل موسيقى، في فرق ما بين مصدر الموسيقى في الابيات ومصدر الموسيقى في هذا البيت، مصدر الموسيقى في الابيات تطلع كل حاجه الا الموسيقى الظاهره والخفيه، اللي هي بقى من ضمن الظاهره تطلع بقى الجناس والتصريح وحسن تقسيم، انما لو قال ما مصدر الموسيقى في البيت ده بعينه يبقى اكيد في جناس، اكيد في حسن تقسيم، اكيد في ايه تصريح. تمام. شوف كده حاجه من دول اللي موجود منهم، طبعا هنا مصدر الموسيقى نفسي مرج القلب شراع. وبعدين بيوجهها، واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الثغر بين رمل وايه ومكس الثغر والميناء والجمع ثغور، يجي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي، طبعا الخلد اللي هي الجنه والخلد اللي هو العقل والبال. تمام. يقول لك وهفى بالفؤاد، غلطنا طبعا في البيت دوت، وده كناعه عن شده تعلقه بمصر، واعتذرنا له ان هو بيستخدم لو ان هو بيفترض،
وهفى بالفؤاد، تحرك بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسوادي من عين شمس شهد الله ولم يغب عن جفوني شهد الله. تعبير يدل على صدق شوق النص من الشعر الايه الوطني. تمام. نص المساء، التجربه بقى تجربه ذاتيه، من الاولى ذاتيه تحولت العامه انما هي ذاتيه. المساء بقى الراجل ايه، الراجل بقى كان حصل له فشل في علاقته الحب فاصيب بمرض جسد ايش ضغط وسكر كده، قام راح ايه اصحابه قالوا له روح اسكندريه، راح اسكندريه اكتشف انها دي كانت غربه، ورحنا عرفنا غربه اكتشف انها منفى. طبعا هنا بقول بقى ايه، اني اقمت على التعله بالمنافي غربه قالوا تكون دواء، قالوا اتنب الاعتراض في الشك. تمام. مين اللي قالوا؟ اصحابه اللي قالوا له غربه اسكندريه نكره التهويل، غربه دواء تشبيه بليغ، وغربه لحظه استعراض صحيه وزيها منفى. بيقول ان يشفي هذا الجسم طيب هوائي يلطف النيران طيب هوائي. هنا اسلوب طبعا استفهام في البيت دوت بيفيد النفس. بيقول لو سلمنا ان هوا اسكندريه ممكن يشفي الجسم مش ممكن يشفي الام الحب والنيران استعاره صحيه. تمام. عبث طوافيه في البلاد نتيجه بقى في البلاد، وعله في عله تضاعف العله التكرار يؤكد التضاعف، وعله في عله منفيه لاستشفاء. خلي بالك من الياء بتاعت منفيه، تخصيص المنفى ليها تخصيص، منفايه للاستشفاء. ليه؟ اصل انا وحيد متفرد بصبابتي، البيت الرابع تعليل، متفرد بكآبتي، متفرد بايه؟ بعنائي. تمام. حسن تخصيم برضه، حسن ترتيب. بيقول طبعا واحد وحيد بدا يشتكي للطبيعه، بيقول شاكني الى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحي لو جاء، استعاره مكنيه طبعا للبحر تشخيص لي. استطاع مطران شخص طبيعة كلها والتجربه من الوصف الوجداني. تمام. بيقول كده حضرتك فيجيبني برياحي لو جاء ريح مجاز مرسى علاقته السريه يقصد الامواج. شاكل ويجيب طباق ساون على صخر، اصلا من قاعد على صخره بيتمنى ان قلبه يبقى زي الصخره. ليه؟ عشان ما يحسش بالالم. وليت لي، ليت تمني يفيد الاستحاله للسائلين، ومش ممكن قلبه يبقى زي الصخره. وليت لي قلبا كهذه الصخره الصماء ينتابها. تراجع عن امنيته لان وجدها ضعيفه، قلنا ينتاب احلى من يصيب لان تدل على التتابع. ينتابها موج كموج مكاره، او المكاره ما يكرهه الانسان، ويفتها كالسقم المرض في اعضائه. بعدين مش بس كده، لا ده البحر كله بقى بدا يضطرب، رجع للبحر تاني والبحر خفاق، قلنا اجمل من هائج لان هائج تدل على الثوره والغضب، انما خفاق مضطرب من الحزن. والبحر خفاق الجواني بضائق كمدان كصدري ساعه الامساك، كل دي استعارات مكنيه في الاول، صوره ممتده للبحر. والبحر كصدري ساعه الامساك، تشبيه للبحر بصدر الشاعر. تغشى البريه قدرته، البريه مفعول القدره فاعل، تغطي المخلوقات ظلمه، جمع البريه برايا وبريات لو جمع سالم. تمام. وكشف عنها في المعجم في براءه. تغشى البارية قدراتنا وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي. أخذنا عليه كلمة أحشاء لأن أحشاء دي إيه بقى؟ المصارين، مش تبع العاطفة دي خالص. ويمكن بقى طبعا إيه المصارين دي يا أستاذ؟ إيه الألفاظ دي يا أستاذ؟ معلش يا سيدي، إيه الأمعاء يا سيدي؟ حقك عليا. ها الأحشاء دي مش مبعث العاطفة خالص. تمام. مش هتطلع له عاطفة لفوق خالص، ده قولهم بقى وانت فاهم الحركات دي. فقال لك يمكن الاعتذار إنه يقصد مجاز مرسى علاقته الكلية يقصد القلب. ها وحبص الأفق في السماء بقى قال إيه؟ والافق معتكر قريح جفنه يغضي على الغمرات والاقضي. انا بصيت الافق لقيت بقى الافق اظلم بقى، قريح جفنه صوره ممتده الافق، ثلاث استعارات مكنيه، صوره بالماء العاكر بالانسان، القريح الجفن بالانسان اللي يغمض عينيه، والغمرات والاقضي الجمع بينهما يدل على الجمع بين الالام المعنويه والالام الماديه. الراجل بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن مشهد الغروب، يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرأي، أوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآت من الأضواء. ولقد ذكرتك والنهار مودع، يا للغروب وما به من عبرة وعبرة. جناس ناقص بيتعجب من مشهد الغروب اللي بيصيروا في نفس المستهام، المشتاق بيشتاق لحبيبته ويفتكر الفراق فبيعيط، إنما المتأمل بيرى عظة الموت. أو ليس تعليل نزع للنهار واستفهام غرض التقرير، أو الغروب نزع للنهار ده صورة مركبة، شبه الغروب بالنزع تشبيه بليغ، الغروب نزع للنهار أو نزع للنهار استعارة مكنية، وكذلك الغروب نزع صرع للشمس صورة مركبة تانية. بين مآتم الأضواء خدناها عليه إن المآتم المفروض يقول جنائز. ولقد ذكرتك ما أش تذكرتك يدل على إنها فالو. ولقد ذكرتك والنهار مودعون والقلب بين مهابة ورجاء، مهابة ورجاء طباق. وخواطري تبدو تظهر تجاه نواظري كلمة جريحة كدامية السحاب إزاي، الأفكار تبدو مجروحة كالسحاب المرطخ بالدماء أمامي. والدمع من جفني يسيل، واحد بقى خواطره مجروحة بيعيط بكتير بقى، والدمع من جفني يسيل كناعة عن غزارة الدموع مشعشعة مختلطة بسنة الشعاع الغارب المترائي. ما الذي جعل الدمع حمراء في البيت ال17؟ لأنها اختلطت بشعاع الغروب اللي لونه أحمر. وبعدين والشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق، النضار الذهب العقيق الياقوت والجمع عقه، خدناها عليه ان ازاي دول ادوات للزينه ما ينفعوش مع الجو النفسي هنا، ويمكن الاعتذار بانه يقصد اللون بس. وبعدين بدا يقول مرت خلال غمامتين تحضران وتقطرت كالدمعه الحمراء، بدات تنزل كالدمعه الحمراء، ده تشبيه تمثيلي، فكان اخر دمعات للكون قد مزجت باخر ادمعي لرثائي. هنا دموع الكون ليست دموع حقيقيه انما هي دموع خياليه.
قد مزجت باخر أدموع الإثاء وكأنني آنست يومي إيه زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي، رأيت في المرآة يقصد مشهد الطبيعة. عندنا طبعا الشاعر وصورة الكمال، نص الشاعر التجربة دي تجربة ذاتية، الشاعر بيسعى إلى التطلع إلى المسر العليا، تمام، عايز يوصل لصورة شعرية مبتكرة. صار لنا القصيدة في صورة قصصية، النص حفظ برضو. الشاعر عبد الرحمن شكري بيتكلم عن نفسه بس عن بصيغة الغائب، قد حدثوا عن شاعر نابغ مجود الشعر الشريف المقال حسن تقسيم. صفة هذا الشاعر ترك عشق النساء الجميلات، طبعا من صفات مدرسة الديوان ان هم بيصوغوا القصيدة في صورة خصوصية، ترك عشق النساء الجميلات لانه عشق الصورة الشعرية المبتكرة، اهو لم يعشق الغيدة لكنه هما ببكر من بنات الخيال، هما ببكر لم يعشق هما تبقى سهل، ايه يا بقى فصل لي الكلام، صورته حسن صاغها لبه حسن جمعها محاسن، صاغها لبه عقله وحده في الحسن حده الكمال حده حد جناس تام، والشطر ده يؤكد الذهنية اللي عند مدرسة الايه؟ الديوان. طيب فصار كالطفل صارت في التحول، كالطفل رأى بارقا هاج له أطمعه في المحال، بعد زي العيل الصغير اللي اتحركت رغباته للحصول على الشيء المحال. طبعا اللي هو ايه الصورة يعني، صار كالطفل تشبيه، والباقي امتداد للصورة ترشيح للصورة يجعله ممتدة، ترشيح للصورة يجعله ممتدة. طيب يمد نحو النجم، النجم الصورة استعرض صحية كفل له ويحسب النجم قريبا من خلي بالك كلمة النجم توضيح للبارق اللي فات. ويحسب النجم قريب المنال، ده كناية على الانخداع، والنجم قريب طبق. فأينما سار تراءت له، وأنا قلت ده الظل بتاع الصورة، فأينما سار تراءت له ظهرت له كما ترأى خادعا لم عقال، تشبيه تمثيله تأثر بالقرآن الكريم بقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. تمام؟ وبعدين بقى فصار يقفو إثراء، أنا قلت إثراء يدل وراء مباشرة. تمام، إثراء هائما والمهتدي بالوهم جم الضلال حكمة، في آخر البيت اتنبل تذييل ممتازين صح جدا. طبعا كل دي استعارات مكنية، يقفو إثراء مهتدي بالوهم. والمهتدي والضلال طبق، واما ان يمسكها جيدا بين ذراعي بايد ايه؟ عجال، مفرد العجال ايه؟ عجله، الله يسامحك، الله يسامحك، عجله إيه؟ انت قاعد في الزريبه عجله، ها مفرد عجال ايه؟ عجله، تمام، بين ذراعي بايد العجال، ما زال يعدو قاعد يجري بقى، راح بقى نحوها، نحوها يبقى رايح للاصل بقى، رايح للنجم نفسه، حتى هو من فوق تلك التلال، سقط من فوق التلال استعارته صحيح، خدنا عليه كلمه التلال، المفروض كان يقول الجبال او القلال، وفرحمة الله خبر لفظا ان شاء ما نرد الدعاء على شاعر مات قتيلا للامان الطوال، يرحم الله ذلك الشاعر الذي مات من اجل تحقيق امانه الساميه. كم تشتكي النص، كم تشتكي لإيليا ابو ماضي، وهو دعوه الى التفاؤل. كم تشتكي وتقول انك معدم، والارض ملكك والسماء والانجوم، هل كم الخبريات في ذي الكسره. الدعوه الى التفاؤل، عاطف الاحساس بالتفاؤل، والشاعر اقنع المتشائم بسته ابيات ان النعم كثيره ورسم فيها صوره كليه. هفيك من اول نص المساء لحد اخر نص كله في صوره كليه الا غربه وحنين، عشان دي مش من خصائصهم. لكن لو هو حب يجيب لي على المقطع بتاع يا ابنة اليام من صوره كليه ينفع نطلع منه، لانه بيشمل الصوت واللون والحركه موجودين. لكن احنا بنقول ايه؟ احنا شغالين حسب خصائصهم الفنيه. والله هو جاب لنا خير، ما جابش، احنا عارفين ان من اول نص المساء لحد الاخر في صور كليه. تمام؟ طيب إيه كم تشتكي بيدعو الى التفاؤل زي ما قلنا، بيعدد له النعم، جاب له 10 نعم في 3 ابيات، ونعمه النور في 3 ابيات، لان النور هو الذي يظهر النعم وبغير لا قيمه له، وهو الذي ايه؟ رمز للتفاؤل. تمام؟ بيقول كده وتقول انك معدم، والارض ملكك والسماء والانجم طبق، اهو تصريع وما بين معدم وانجم، وطبعا ارض وسماء طبق زي ما قلت، وسماء وانجم مراعاه نظير، وسماء اجاز بحذف المفعول، والجمله الشطر ده يعتبر اجمال واللي بعده تفصيل، ولك الحق وزارها واريجها حسن تقسيم، ونسيمها والبلبل مترنم عكس المترنم النائح والمنتحب. تمام، والماء حولك فضات رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم. سألت سؤال جميل قوي لطلابنا، قلنا ايه؟ ما شروط جودة القافية؟ هقول شروط جودة القافية ان تكون الكلمة ايه؟ نابعة من الموضوع والمعنى اللي هي فيه، والا تكون مستقراها، تمام؟ والا يوجد غيرها خيرا منها. طيب طب احنا الكلام ده بقى هل ينطبق على كلمة تتضرم؟ لا، كلمة تتضرم مش منطبق عليها شروط جودة القافية، مش قوية كلمة تتضرم غير ملائمة للجو النفسي. وبعدين كلمة عن النور، والنور يبني في السفوح وفي الذرة دورا مزخرفة وحينا يهدم فكأنه الفنان. احنا قدامنا وقت قد ايه؟ قدامنا 5 دقايق. ما شاء الله الخمسين دقيقة عدوا بسرعة كده، اللهم بارك. طب احنا ممكن نتكلم بشكل سريع جدا جدا على سؤال النصوص، خلي بالك نقول بس الكلام العام عن النصوص، ان صخرة الملتقى دي تجربة غزا العفيف، نظرة ده قصة قصيرة حقق كل خصائص القصة، ان الصغيران ده مقال اجتماعي
من حيث طبعا من حيث الاسلوب الكتاب اسلوب ادبي طويل، من حيث الشكل الراجل ده اشبه بالشاعر لانه بيعتمد على تقطيع الجمل تقطيعا متوازنا بالاضافه للبروز العاطفه وكسر الصور البيانيه. النصور طبعا تجربه انسانيه بيعبر عن الطموحين المقارنه بينهم وبين الكسولين الجبناء. عندنا البلاغه، ركز في قراءه قطعه البلاغه مرتين ثلاثه توصل للفكره الكليه، واقرا الاسئله معاك لان ربما يحل لك الموضوع جوه الاسئله، يعني الاسئله تلاقيه حل لك الموضوع معاه، تمام؟ وبعدين بعد ما تقرا الفكره الكليه اوصل للعاطفه بتاعت الشعر، خلصت الفكره والعاطفه اوصل الابيات ان شاء الله. انت سؤال الامتزاج، يا سؤال مفهوم التجربه الشعريه، سؤال تحققت الوحده العضويه، استخرج صوره بيانيه، يا ترى اثر العاطفه على الالفاظ. دايما دايما هتلاقي العاطفه والفكره موجودين في اغلب الاسئله، موجودين في اغلب الاسئله. انا عايز اوصل للفكره الكليه، هل الوحده العضويه يا حبيبي؟ اللي بيقول لي ما اتحققتش، يا حبيبي الوحدة العضوية معناه انه بيتكلم عن موضوعين ما لهمش دعوة ببعض، موضوعين مختلفين. انما لما يتكلم جوه الموضوع الواحد بافكار متنوعة يبقى اتحققت. عشان في ناس بتتلخبط تقول لك ما اتحققتش، لا طب يا ابني لا، ما هو القضية بالنسبة لي ايه؟ هو دلوقتي نص المسألة ما اتكلم في افكار متنوعة اهو، وهو في وحدة عضوية، كم تشتكي كذلك؟ يبقى تمام. عندنا بالنسبة للأدب معانا هنركز مع بعضنا ان شاء الله. عندنا سؤال الادب، سؤال ادب الشعر وادب النثر. انت الحمد لله بعدين ذاكرت الادب وعارف كويس جدا، انا طولت في النحو قوي بس ده الاهم بفضل الله وده اللي يهمنا، وان انت حضرتك ان شاء الله ربنا يوفقك وتركز عليه باذن الله. وانت داخل عايز تبدا الورقه بايه اللي يعجبك اللي انت عايزه، بس انا افضل ان التعبير يكون اخر حاجه. تبدا بقى باي حاجه تعجبك مفيش مشكله بالنسبه لي، لكن انا تقول لي اتفضل يا استاذ، انا افضل تبدا بالنحو، تمام؟ وانا لو انا بقول اهو ما تضيعش وقت حضرتك، لو في سؤال انت مش عارفه سيب مكانه وما تقعدليش قدامه خمس دقايق وتضيع الوقت، هما ثلاث ساعات والوقت ده بالنسبه لنا، سيبه وارجع له في الاخر. عايزين وقت المراجعه حوالي 10 دقايق، ما تطولش في موضوع التعبير وانت بتضيع الوقت بتاعك، ما تطولش موضوع التعبير وانت بتضيع الوقت بتاعك، لا يعني انا عايز الموضوع التعبير على قد في المعقول، تمام؟ طيب بالنسبه لموضوعات كتاب الايام احنا عارفين بقى المقطع، اعرف القصه اللي جابها لك، جاب لك القصه بتاعتنا منين؟ يا ترى من حدث يعني احداث الجزء الاولاني ولا الجزء الثاني؟ اعتبار السنه دي الحمد لله الجزء الثالث لغى، فتشوف الجزء الاول والجزء الثاني. عايز اعرف احداث القصه بتاعتي موجوده منين؟ حسب الفصل اللي هو جابه. شوف القطعه، لو القطعه غامضه شويه اقرا الاسئله، لان الاسئله بتوضح القطعه موجوده في انهي فصل او في انهي جزء. طبعا القصه الجزء الاولاني طبعا اغلبكم تافه، ركز في الجزء الثاني على الدروس واسامي الدروس واسامي مشايخ اخوه، تمام؟ واسامي الكتب اللي بيدرسها، تمام؟ طبعا دي بس يعني ممكن تراجعها بشكل سريع جدا بفضل الله ونعمته عشان تروح الامتحان. اهم حاجه بفضل الله وانت رايح الامتحان دلوقتي بعد شويه ان شاء الله بعمين اهو، بطلب من حضرتك انت تبقى هادي خالص. ارجوك ارجوك ما تسمعش انا بقول. انا ليه ما قلتلكش امسك قلم النهارده؟ عشان انا مش عايزك تقعد تقول معلومات جديده، مش معلومات جديده كلها انت عارفها، لكن انا يهمني بقى مجموعه الطلبه. هتلاقي لا في نوعيه كده الحبه المتشائمين اللي قاعدين في قاعدين بقى طول السنه نايم في الخط وجاي بيذاكر في اخر اسبوع، فجاي بيقول لك الدنيا صعبه، اصل الاستاذ بيقول الامتحان صعب. الامتحان مش هيخرج بره اللي انت ذاكرته ان شاء الله، هيبقى في افكار فيها شغل تفكر فيها، لكن مش هيخرج بره انت ذاكرته. لكن مطلوب من حضرتك انت ما تروح الامتحان عبده تشاؤم بقى اللي قاعدين لك جنب باب المدرسه دول، سيبك منهم ولا تسمع لهم. وانت قاعد في اللجنه انا لو طول اقول لك بصح، لو تقدر تحط قطن في ودنك عشان ما اسمعش حاجه، اياك والاجابات الخاطئه حواليك، مالكش دعوه بحد، اثبت على اجابتك، مش حد يساعدك، الغش حرام، تمام؟ اثبت على اجابتك. انما واحد يقول لك اصل دي غلط، اصل الاستاذ قال لي، انت بفضل الله شايفها صح. لو الاستاذ اللي انت واثق فيه جه قال لك غيرها، قول له لا انا مش هغيرها، اثبت على الاجابه بتاعتك، لان كتير مننا بيزعل بعد كده يقول ده انا كنت كاتب صح وغيرتها للغلط. فارجو من حضرتك الثقه في النفس، الثقه في الله اولا، ربنا مش هيضيع لك، مش هيضيع مجهودك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اسال الله عز وجل ان يشرح صدوركم، ان يوفقكم لما يحب ويرضى. اسال الله عز وجل ان يبارك لكم في اوقاتكم. اللهم بارك في افهامهم، اللهم بارك في افهامهم، اللهم بارك في اوقاتهم. اللهم رد عليهم جميع الاجابات عند سؤال في الامتحان يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين اشرح صدورهم. اللهم وفق جميع طلاب المسلمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم بارك لهم في الاوقات، اللهم بارك لهم في الاوقات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سعدت بكم كتير، أسألكم الدعاء بظهر الغيب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.